بعد ما تم المصادقة على جميع النقاط الأساسية في النظام الأساسي ديال الحزب ديالنا، وبعد ذلك تم توضيح البرنامج ديالنا خلال 9 سنوات إن شاء الله الماجية من طرف الرئيس، واللي هما عبارة عن 3 ديال المحاور: التشغيل والصحة والتعليم. وعطى سيد الرئيس المزيد من التفاصيل وتكلم على البرنامج من هنا ل 2025، ونتمنى على الله الحزب ديالنا يتوفق مستقبلا.